وللمزيد من التفاصيل الدمشقية ينضم إلينا من هناك خبيب عمار مراسل شبكة سوريا مباشر في دمشق وريفها. خبيب، ما آخر التطورات لديك؟ نعم، أهلا بك سيدي. اليوم التطورات كانت على مستوى الغارات الجوية. اليوم كان على حي جبر غارة جوية استهدفت الأحياء السكنية في هذا الحي، بالتزامن أيضا مع قصف منذ ساعات الصباح الأولى من جبل قاسون وأيضا من ملعب العباسيين برادمات الصواريخ والهاون من عيار 140. اليوم أيضا على نفس المحور ولكن في مدينة زملكة أيضا غارة جوية استهدفت الأحياء السكنية في هذه المدينة، موقعة عددا من الجرحى، بعضهم في حالات خطيرة وأيضا بعضهم من الأطفال. كون هذا ثالث يوم من العيد، فمن الطبيعي أو من الروتيني أن يكون هناك تجمع سكاني للأطفال والنساء، يعني إلى حد ما شبه طبيعي. اليوم الاشتباكات في حي بارزي لم تتوقف على كافة المحاور، حيث استطاع الجيش الحر خلال الساعات الماضية اعطاب دبابة 72 على محور مشفى 20 العسكري، بالتزامن هذا كله مع القصف من جبل قاسيون بالراجمات الصواريخ وايضا من المدفعية الثقيلة. هذا كان نصيب ايضا حي القابون الملاصق لحي برزي. ايضا حي 20 اليوم كان له نصيب من قصف المدفعية والراجمات ايضا من جبل قاسيون من اللواءان 105 وأيضا 104 حرس جمهوري المتواجد في هذا الجبل. إذا ما انتقلنا إلى جنوب العاصمة اليوم، يعني لواء وفد العباس وأيضا حزب الله، لنقول أنه مدعوم من جيش النظام وليس جيش النظام مدعوما به، تمكن من السيطرة التامة على بلدة البويضة في ريف دمشق الجنوبي. هو يحاول التوغل نوعا ما في بساتين حجرة. هذه بساتين حجرة لها أهمية وخصوصية كبيرة نظرا لأنها ملاصقة لبلدة أسبينا التي هي. طيب، هنا سؤال خبيب، في ظل هذه الاشتباكات المتواصلة منذ أيام في المناطق التي ذكرتها، من أين يستطيع المقاتلون الحصول على الإمدادات على خطي الجبهة؟ تقصد ريف دمشق الجنوب وجنوب العاصمة أم الغوطة الشرقية وشرق العاصمة دمشق؟ كل المناطق التي أشرت إليها. بالنسبة لريف دمشق الجنوبي وجنوب العاصمة، هي الحصار مطبق عليها بشكل تام ونهائي، يعني لا سلاح ولا أغذية ولا حتى أدوية طبية تدخل إلى جنوب العاصمة أو ريف دمشق الجنوبي منذ 6 أشهر، والحصار على هذه الأحياء هو منذ 10 أشهر تقريبا. الناس يعني يعتمدون على ما يدخرونه، وأيضا الجيش الحر يعتمد على سلاح الذي يغنمه من قبل قوات النظام وايضا لواء بالفضل العباس. فبالنسبه لاحياء الشماليه الشرقيه حي برزي والقابون، كون الوضع افضل نوع اتصال هناك مباشر عن طريق حي جوبر مع الغوطاء الشرقي الجنوبي، هناك يعني تواصل وامداد بين الطرفين يكون يعني افضل نوعا ما ربما من ريف دمشق الجنوبي العاصمة دمشق، وأيضا أفضل من عظمية الشام والدارية المحافظة بشكل تام. خبيب عمار مراسل شبكة سوريا مباشر في دمشق وريفيا، شكرا جزيلا لك.